السلام عليكم. تجنيد الأطفال في اليمن الظاهرة الأكثر خطورة والأكثر اتساعا يوما بعد يوم، ظاهرة لا تعدو عن كونها جزءا من أسباب إطالة أمد الحرب، بل أبعد من ذلك أنها تعمل على تلغيم المستقبل وتحويل الطفولة إلى آلة موت تساق إلى الهلاك كل يوم. الخارجية الأمريكية في تقريرها للعام الجاري قالت إن ميليشيا الحوثي والمخلوع استخدمت الأطفال في معاركها وزجت بهم في جبهات القتال، والأمر ذاته فعله تنظيم القاعدة، غير أن جماعة الحوثي احتلت المركز الأول في واقع التجنيد واستغلال الأطفال للأغراض الحربية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من يتحمل مسؤولية اتساع ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن، وما مدى تحرك الجهات المحلية والدولية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟ لا يكاد يخلو منزل أو أسرة في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف الانقلاب من أطفال تم الزج بهم في المعارك ليعودوا في توابيت أو مصابين أو يقعون أسرى حرب. منظمات دولية كشفت عن نشاط للميليشيا غير مسبوق في تحويل الأطفال إلى جنود في النزاع، حيث بلغت نسبة التجنيد 72% من إجمالي عدد المقاتلين، وهذه النسبة لا تزال مرشحة للزيادة. في ظل اتساع هذه الظاهرة لا تزال الجهود الدولية لمكافحتها غير كافية قياسا بحجم الواقع المأساوي الذي وصلت إليه الطفولة باليمن نتيجة للتجنيد الإجباري واقتياد الأطفال إلى جهات الموت. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. يتركون مدارسهم ويذهبون إلى جبهات الموت، لا يحدث ذلك بإرادتهم وإنما بإرادة جماعات عنف جعلت من الأطفال وقودا لحرب طويلة لا يراد لها أن تتوقف. للسنة الثالثة على التوالي تمضي الحرب ملتهمة كل شيء، بما في ذلك أطفال يساقون إليها كل يوم، وتمضي الجماعات المسلحة في استدراجهم إلى صفوف مقاتليها وفقا لتقارير دولية. في تقريرها للعام الجاري قالت الخارجية الأمريكية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع استخدمت الأطفال في معاركها وزجت بهم في جبهات القتال، الأمر ذاته فعله تنظيم القاعدة وقوات الحكومة الشرعية، غير أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح احتلت المركز الأول في اقتياد الأطفال إلى جبهات القتال، ومن ثم وضعهم في خطوط النار حيث يمكنهم أن يموتوا أو يتحولوا إلى أسرى حرب بحسب التقرير. وزارة حقوق الإنسان نفت أن تكون الحكومة الشرعية قد استخدمت الأطفال بشكل قاطع، مبدية استعدادها لتقديم بيانات للمنظمات المختصة تؤكد عدم وجود أطفال في صفوف قوات الجيش. وفيما تمضي ميليشيا الحوثي والمخلوع باستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً، لا تزال المنظمات الدولية تصدر تحذيراتها الدورية، غير أن ذلك لم يغير شيئاً على الواقع ولم يمنع أو يقلل حتى من تفاقم الظاهرة الخطيرة. يقول مراقبون إن الجهود الدولية لإيقاف تجنيد الأطفال في اليمن لا تزال غير كافية بالنظر إلى حجم الإحصائيات التي ترتفع كل يوم عن واقع التجنيد الممنهج، فعبر مئات الأطفال يتم خوض معارك يومية لا نهاية لها، وعبرهم أيضاً يجري تفخيخ المستقبل وتحويله إلى قنابل موقوتة في وجه المجتمع. مرحبا بكم، ونبدأ هذه الحلقة مشاهدينا الكرام مع الأستاذ مطهر البوذيجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ مطهر. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ مطهر. في البداية، كيف تابعت تقرير الولايات المتحدة فيما يخص تجنيد الأطفال في اليمن والأرقام والإحصائيات التي وردت والاتهامات التي وجهت للميليشيا بتجنيد الأطفال؟ في البداية دعني أنوه بأن التقرير الصادر من مكتب مراقبة ومكافحة الإرهاب البشري التابع للخارجية الأمريكية صنف اليمن ودولتين أخرتين الصومال وليبيا لأنها إحدى الدول، أو بأن الوضع وضع تجنيد الأطفال من الوضع القلق أو الأخطر. إلا أننا نستطيع القول أن 80% من إجمالي عمليات تجنيد الأطفال تتحمل مسؤوليتها ميليشيا الحوثي صالح. دعني إذا سمحت لي بالبداية أعرج على بعض إحصائيات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع. نعم. وسنتطرق بعدها إلى 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 تقرير الخارجية. أعتقد تقرير الخارجية ذكر أعداد بسيطة جدا
أعداد 168 للعام الحالي و140 للعام الفائت اللي هو 2016. الحقيقة أو البيانات الواردة لدينا من الميدان أكبر من هذه الأرقام بكثير. يعني جماعة الحوثي وصالح جندت خلال العام الحالي قرابة 1522 طفل بحسب إحصائيات المجتمع المدني وفريقنا الميداني وبحسب البلاغات الواردة لدينا من الميدان. نعم. إجمالا نستطيع القول أن الميليشيا دابت منذ سيطرتها على العاصمة في ديسمبر 2014 على مضاعفة عمليات التجنيد إلى ثلثين، وبحسب تقديرات الإحصائيات المجتمع المدني حوالي يعني القوات التابعة للميليشيا تقديرات الرافدين لأن ثلثي القوام الجيش من الأطفال. هذا النقطة. النقطة الثانية يعني المئات من الأطفال الذين يفترض بهم أن يكونوا على مقاعد الدراسة يزج بهم في جبهات القتال المختلفة. نعم. طيب أستاذ مطهر، إذن من خلال كلامك الأرقام التي وردت في التقرير التابع للولايات المتحدة الأمريكية لم يتطرق للأرقام الصحيحة، وهناك أيضا أرقام كبيرة جدا. أنتم كمنظمات من خلال رصدكم لهذه الظاهرة التي تتعمد الميليشيا على تجنيد الأطفال وتوجيههم للمعارك والحروب، هل هناك من منظمات أخرى تم الرفع لهم تقارير وتعاملوا مع التقارير التي ترفعوها أنتم ويعني جرموا الميليشيا في ذلك، أو حاولوا الضغط على الميليشيا بصورة أو بأخرى عن طريق المنظمات الدولية لإيقاف عملية تجنيد الأطفال؟ نعم، يعني عملية تجنيد الأطفال باعتبارها أحد أهم أخطر انتهاكات الجسيمة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ووفقا ل نعم. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مطهر البديجي المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تعلم مشاهدينا الكرام، يعني ميليشيا الحوثي كانت من أكثر الجماعات التي وردت في التقرير التابع للولايات المتحدة الأمريكية بتجنيد الأطفال واستغلالهم والزج بهم في المعارك، وهناك أرقام كبيرة جدا كما تحدث عليها الآن الأستاذ مطهر تفوق عشرات المرات من الأرقام التي وردت في التقرير. هناك أيضا لتقارير العديد من المنظمات العاملة في هذا الجانب لليونيسف وأيضا لمنظمات رصد وانتهاكات حقوق الإنسان والعديد من المنظمات العاملة محليا رفعت تقارير كبيرة جدا باستغلال الأطفال والزج بهم في المعارك، ورغم أن التحذيرات الكبيرة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لكنه إلى الآن لم تجد هناك أي تحركات ربما جادة للضغط على الميليشيا لإيقاف هذا التجنيد الممنهج الذي يستهدف الأطفال من هم دون سن 15 و18، ربما معظمهم من 10 إلى 12 عام 13 عام إلى ما شابه ذلك. عاد إلينا الأستاذ مطهر. أستاذ مطهر، فقدنا بك الاتصال وكنت تتحدث، فأكمل فكرتك التي كنت تتحدث عنها. نعم، يعني عودة للموضوع الحديث، أنه بحسب تقارير الواردة لدينا من الميدان أنه 1229 طفل جندوا خلال الفترة من 1 يناير وحتى يونيو وحتى 30 مايو 2017. من هذا العدد 511 تم تجنيدهم فقط خلال الربع الأول من يناير وحتى مارس 2017. نعم. هذه النقطة. النقطة الثانية، إذا لاحظنا هذا الرقم 1200 العام الفائت 2016 رفض أول إحصائيات المجتمع المدني قالت أنه 1118، يعني نلاحظ أنه في تصاعد في عملية التجنيد. هذه النقطة. النقطة الثانية، نلاحظ أن مناطق عمليات التجنيد في اليمن تضمنت بالتحديد 6 محافظات. تتصدر هذه المحافظات خلال العام الحالي ذمار، حيث تم تجنيد عدد 576 طفل في محافظة ذمار وحدها بواقع أو بنسبة مئوية 37%. ثلاثها محافظة عمران بعدد 531 طفل وبنسبة 35%، ثم تأتي بعدها محافظة صعدة
212، ثم محافظة حجة ب132، وإبو الحديدة. إبو الحديدة استطاع وبحسب التقارير الواردة لدينا من الميدان أنه هذه المدينتين 21 حالة تجنيد خلال النصف الأول من العام الحالي. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بالإحصائيات. نعم، هل أستاذ مطهر هذه النتيجة الإجمالية الكامل بالجمهورية بشكل عام كم بلغ؟ يعني خلال النصف من العام الحالي 1239، وهذه نسبة كبيرة جدا إذا قارناها بعملية التجنيد الواردة العام الفائت. ودعني أشير هنا في نقطة مهمة، إنه هذا ما توصل له راصدينا. وإذا لاحظنا أن المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا وخاصة في محافظات شمال الشمال يتعرض فيها راصدين إلى مضايقات كبيرة أمنية ولوجستية أخرى، ويصعب عليهم عادة الوصول بالذات إلى مراكز ومعسكرات التدريب. نعم. ونستطيع أن نقول أن هذا العدد يمثل جزء من الحقيقة وليس الحقيقة. نعم، يعني هناك يعني أرقام كبيرة لكن أنتم لم تستطيعوا الوصول إليها أو رصدها أو تصلكم معلومات عنها. نعم، هذه الحقيقة. نعم. ودعني في البدء يعني إذا سمحت لي عملت جماعة الحوثي باعتقادي واستفادت من عدد من الأسباب. يعني إذا نظرنا للمناطق أو المحافظات التي يأتي منها العدد الأكبر من الأطفال المجندين، نلاحظ أنها محافظات شمال الشمال، وهذا باعتقادي يأتي إلى عاملين أو ثلاثة عوامل. أولا، تستغل الجماعة العرف الاجتماعي الذي لا يجرم تجنيد الأطفال، والذي يسعى إلى أنه الطفل يجب أن يكون بجل وقادر على القتال. هذه النقطة. النقطة الثانية، تستغل عادة الميليشيا حالة الفقر والعوز التي يعيشها معظم سكان هذه المحافظات، ويتم إعطاء بعض الأطفال أو معظم الأطفال مبالغ مادية تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف شهريا. نعم نعم. إذن تمثلت في شمال الشمال يا صعدة وعمران وحجة وصنعاء، أليس كذلك؟ وصنعاء وذمار بالمرتبة الأولى. نعم. طيب أستاذ مطهر، تكرم البقاء معي، نشارك معنا في الحديث من تعز. الأستاذ من تعز علي الصراري، مدير منظمة سياج في تعز لحماية الطفولة. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا بكم، دمتم بخير. اهلا ومرحبا بك استاذ علي. ربما تحدث الاستاذ مطهر على العديد من الاحصائيه والارقام التي استطاعوا هم في تحالف رصدها ورفعها، وبلغت ما يقارب خلال النصف الاول من هذا العام بحدود 1200 الى 1300 طفل. انتم في سياج، ما الذي رصدتموه بهذا الخصوص؟ اولا نشكر قناه بلقيس على اهتمامها في هذا الموضوع، كونه موضوع مهم، كونه يتعلق بأجيالنا، أجيال اليمن. أولا، توطئة قانونية حول الطفل، والطفل كما عرف باتفاقية حقوق الطفل هو كل شخص دون 18 من عمره. هنا الطفل المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة يعرف بأنه أي شخص دون 18 من عمره جند أو استخدم حاليا أو في الماضي من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة، أيا كانت طبعا المهام التي يطلع بها هذا الطفل، بما في ذلك على سبيل الذكر للحصر الأطفال المستخدمون كمحاربين أو طباخين أو حمالين أو سعاة أو جواسيس أو لأغراض جنسية، كما يتعرض بعض الأطفال يعني تحرشات جنسية بداخل مواقعهم التي يجندون فيها. ولا يقصر بها فقط الأطفال المشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في أعمال قتالية. نعم. الآن الأعداد تتضاعف. ميليشيا الحوثي وصالح تقوم بتجنيد إجباري، نقول تجنيد إجباري للأطفال. هناك أسر لا تعلم بتجنيد أطفالها إلا عندما يعودون إليها جثثا هامدة، وهذه كارثة. نعم. لم يقتصر الأمر سيدي على التجنيد في الجبهات، الآن هناك تجنيد من نوع آخر، وهو التجنيد في المدارس. الآن هناك حملات في المدارس يعني تقتصر على المناهج التي وزعت على هؤلاء الأطفال، فيها تنتشر ثقافة العنف، ثقافة السلاح، ثقافة القتل، ثقافة الكراهية. هذه المسألة خطيرة، وخطيرة جدا، كونها تتعلق بأطفال. أطفال هؤلاء هم أساس
الوطن وأساس المستقبل، كيف يقومون هؤلاء الميليشيات أو المتمردون على هذا الفعل المجرم دوليا؟ مع الأسف الشديد نحمل المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسف كونها هي من قامت بطبع تلك المناهج التي فيها خطورة على هذا الطفل. نعم. طيب أستاذ علي، إذا تحدثت أنت عن تحديد السن وعن الانتهاكات التي تطال الأطفال، لكن لم تتحدث عن الإحصائية التي رصدتم وأنتم في منظمة سياج المعنية بحماية الطفولة، الإحصائية الأخيرة التي لديكم على الأقل في السنتين الأخيرتين. في العام كما رصدت معظم المنظمات ومنها منظمة اليونيسف الأمم المتحدة في عام 2016 تجاوز العدد 6000 مجند. الآن نحن في شهر 7 من 2017، الآن الأعداد تتزايد وتتضاعف، خاصة أن الميليشيا منيت بخسائر فادحة في الجبهات. هذه الخسائر تعوضها بتجنيد الأطفال، وكما ذكرنا لك أن هناك تجنيد إجباري الآن الأسر والأهالي في مناطق دمار وفي مناطق صعدة كما تفضل الأستاذ مطهر، يأخذون الأطفال من الطرقات ومن المدارس ودون علم أهلهم ويزقهم في يقومون بزقهم في الجبهات والمعسكرات دون أن تنطبق عليهم الشروط القانونية كونهم ما دون سن 18. هناك أطفال أعمارهم 12 عام 13 15 عام لا يقدرون على حمل السلاح، فما بالك في الصفوف الأولى من الجبهات. نعم. الأعداد تتضاعف الآن، أستطيع أن أقول بأن هناك 7000 مجند 8000 مجند من الأطفال، وأنا أثق بأن العدد سيتجاوز هذا، أعتقد أنه عدد ضعيف. طيب أستاذ علي، أيضا هناك من يقول بأن أيضا في صفوف المقاومة الشعبية أو في الجيش الوطني بعض الأطفال، هل هو صحيح وجدتم أطفال رصدتم أطفال منضمون في المقاومة الشعبية أو في الجيش الوطني؟ لم نعرف تجنيد الأطفال إلا في زمن الميليشيا التي انتهكت الحقوق وانتهكت القانون والأعراف والأخلاق وكل ما يمكن قوله. يقولون بأن نادر والنادر لا حكم له، قد نجد طفل أو اثنين لدى مثلا المقاومة الشعبية، هناك أعداد بسيطة جدا لا تذكر، علما بأن الأطفال الذين تم أسرهم مثلا من الجبهات في الفترة الأخيرة في المواجهات الأخيرة، المقاومة الشعبية تقوم ب إرجاعهم إلى أسرهم من جانب إنساني كونه طفل. نعم. حتى لا تحمله المسؤولية كونه طفل قاصر لا يدرك. نعم. طيب أستاذ علي، تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذ مطهرني وينضم إلينا الآن من صنعاء المتحدث باسم اليونيسف، أو عفوا من نيويورك، الأستاذ محمد الأسعدي الناطق لمنظمة اليونيسف في اليمن. مرحبا بك أستاذ محمد. فيك وبالجمهور الكريم. مرحبا بك أستاذ محمد. في البداية أنتم في اليونيسف. مرحبا بك. نعم أنتم في اليونيسف، كيف تتابعون هذا الملف الشائك الذي يستهدف الأطفال ويتم تجنيدهم والزج بهم في المعارك رغم صغر سنهم، وأنتم ربما من أكثر المنظمات العاملة والمهتمة بشؤون الأطفال؟ دعنا أؤكد أن مسألة تجنيد الأطفال هي ظاهرة قديمة وليست جديدة، هي ظاهرة مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بالعادات والتقاليد، أيضا مرتبطة بظاهرة التخلف التنموي الذي تعيشه اليمن. هناك احتياجات لدى الأسر تدفع بأطفالها للمعسكرات والتجنيد بسبب احتياج للراتب، تعتبر التجنيد وظيفة. أيضا هناك من يعتبر أن مسألة التجنيد هي مسألة مرتبطة بالذكورة بالرجولة إلى آخره، فهناك أسباب ثقافية أسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية تجعل من هذه الظاهرة موجودة في اليمن، لكنها تزداد حدة وتزداد ضراوة مع الأزمات الحالية، الأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية والحرب أيضا. فكثير من الأطفال انخرطوا لسبب إما لأنهم لم يحصلوا يحاولوا يساعدوا أسرهم بإيجاد مصدر دخل، أو يحاولوا أيضا
الدفاع عن قبيلتهم، الدفاع عن جماعتهم، الدفاع عن وطنهم تحت أي مسمى وتحت أي دافع. أيضا هناك أسباب أخرى مرتبطة بحالة النزوح التي حدثت في البلاد، فبالتالي يجد الأطفال أنفسهم عرضة لإمكانية تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة على حد سواء، بمعنى أن الأطفال يقعون ضحية الأزمات وضحية ضحايا أيضا للفقر، ويقعون ضحايا أيضا للعادات الخاطئة وأساليب التأقلم التي تتبعها الأسر لمواجهة أستاذ محمد. نعم، مع أهمية هذه النقاط التي تحدثت عنها وربما ساهمت بشكل كبير جدا في استخدام الأطفال والزج بهم في المعارك وتجنيدهم ومن فترات طويلة جدا، الآن بعد التقرير الأخير للولايات الخارجية الأمريكية وأيضا بعض التقارير للمنظمات الدولية، هل تعتقد هناك أي نوع من الضغط سيمارس من قبل الخارجية الأمريكية للولايات المتحدة أو من الأمم المتحدة أو المنظمات المعنية بحقوق الأطفال لإيقاف هذا العمل الممنهج الذي يستهدف الأطفال؟ دعنا قلنا بأنها مسؤولية ليست مسؤولية الولايات المتحدة، لكنها مسؤولية الأطراف المتحاربة أولا، مسؤولية المواطن اليمني، مسؤولية الأسرة اليمنية، مسؤولية الإعلام اليمني أن يجعلوا قضايا تجنيد الأطفال قضية حاضرة دائما، وأن يحذروا منه ومن مخاطره النفسية والاجتماعية التي تترتب على انخراط الأطفال في القتال بدل أن يكونوا في المدارس. كما تعلم أستاذ محمد أيضاً يعني توضيح بسيط في هذه النقطة، كما تعلم أن الأطفال هؤلاء يزج بهم بالقوة ورغم معرفة أهاليهم، يعني حتى وإن كان هناك نسبة ربما بإطلاع أهلهم، لكن الغالب هو مجبرون وتحت تهديد السلاح. لا توجد معادلة واحدة لحل مشكلة أي مشكلة كانت، مثلاً مشكلة تجنيد الأطفال هناك من يجندوا بالقوة بالتأكيد، وهناك من يجندوا أيضاً برغبتهم، وهناك من يذهب بنفسه طوعياً كطفل أو تدفع بها الأسرة للتجنيد. قلت لك الأسباب كثيرة، عندما نريد أن نعالج مشكلة لابد أن نجزئ ونفكك أسبابها، بالتالي يتم معالجة كل سبب على حدة بحيث نحصل على حلول دائمة. أما أننا نعمم لن نستطيع أن نحل أي مشكلة إذا ما أتينا بحلول عامة. نعم، طيب أستاذ محمد أشكرك جزيل الشكر، المتحدث باسم اليونيسف في اليمن كنت معنا من نيويورك الأستاذ محمد الأسعدي، وعودة إلى الأستاذ مطهر البذي. أستاذ مطهر، إذن أمام يعني كل هذه التقارير وأمام كل هذه الإحصائية المخيفة، باعتقادك ما هو الحل الأمثل الآن للحد من هذه الظاهرة وانتشارها؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد أنه يجب على الأطراف النزاع والمقام الأول اللي هي الميليشيا الحوثي وصالح، أن يجب أن تعمل على إيقاف التجنيد الفوري وتسريح الأطفال المجندين، ويجب على الحكومة اليمنية أنها توجد قوانين تشرع أو تحد من عدم التجنيد. هذه النقطة الأولى. والنقطة الأخرى، أعتقد أنه يجب تضافر عدد من الجهود في هذه النقطة، في هذه القضية بالذات، أنه الحكومة الشرعية يجب أن تقوم بدورها، والأسرة اليمنية كما ذكر زميلنا يجب أن تقوم بدورها، وهي عدم السماح لأطفالها بعدم سماح بتجنيد أطفالها، وعدم إجبار الأطفال أو عدم ترك الأطفال يذهبون عنوى إلى الجبهات. والجانب الآخر اللي هي يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره، وخاصة منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن. نعم. نلاحظ أن المجتمع المدني يعني المجتمع الدولي حذر كثيرا. نعم. اقتصر العمل على التحذير فقط، لكن لم تمارس أي ضغوط. أخي مطهر، لضيق الوقت أعتذر منك. وصلنا إلى نهاية البرنامج. المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البدي كنت معنا من الرياض، وعودة أخيرة للأستاذ علي الصراري مدير مكتب منظمة سياج في تعز. أستاذ علي، المسؤول الأول أمام تجنيد الأطفال في اليمن، من يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ نحن نحمل المجتمع اليمني الذي لا يدرك بخطورة الزج بأطفالهم لدى الميليشيات المسلحة، وخاصة ميليشيا الحوثي وصالح. كما ندعو الحكومة وندعو الدولة بأن تعالج مثل هذه القضايا، وإن كان هناك تجنيد محدود مثلا لدى القوات الحكومية الرسمية يعني يتم معالجة تلك القضايا وتسريح منهم دون سن 18 سنة التي لا تنطبق عليهم الشروط القانونية
سواء كانت في القوانين الوطنية أو القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية. الأطفال يجب على المجتمع أن يزج بهم إلى المدارس وليس إلى المتارس. هؤلاء الأطفال نحن بحاجة إليهم، كونهم نواة المجتمع وكونهم أطفال يتعرضون أولاً هي عملية التحرش الجنسي والتي تعتبر أخطر من التجنيد ذاته. أشكرك أستاذ علي. نعم أشكرك لضيق الوقت، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث. الأستاذ علي الصراري مدير مكتب سياج في تعز، والشكر أيضا للمتحدث باسم اليونيسف باليمن الأستاذ محمد الأسعدي كان معنا من نيويورك، والشكر أيضا لمطهر البديجي المدير التنفيذي لتحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان كان معنا من الرياض. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا معد الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما يلكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.